كل غذائي، منظومه علاجيه ناجحه الله اكبر يعني، عشان كده يكفيني بس صبر بالبتاع. القصه كلها انا عايز اعمل مبادره مع الناس اللي غير قادرين معايا هيجوا لي، وهقول عدد معين في خلال الشهر. ومش عارف انا عايز استضيفهم برضو، وانا اللي هنقيهم كده معايا. الناس اكيد هتقدم كتير جدا، لازم مبادره طبعا ممكن توصل من 5 إلى 10 عيين في الشهر. وانا هتكفل بيهم فروم اي تو زد بالمنظومه العلاجيه التغذيه الجلسات، واطلعهم مودلز عندي وتبقى مودلز حقيقيه لمصداقيتهم. انا بقول طب نقول مره تانية معلش دلوقتي في مبادره من دكتور ماجد زيتون ل10 حالات، من 5 إلى 10 حالات في الشهر يعني على حسب ما هو يشوف مين اللي غير قادر في خلال 4 أسابيع. وحضرتك طبعا بيبقى فيه طبعا يعني هتعرف ازاي ان طبعا انا هشوفهم. طبعا خلي بالك ان في نقطه هقولها لك. انا بلاقي خبره 25 سنه بيخش لي العيان ده كده ببص في عينيه، ده هيخس ولا مش هيخس؟ وصلت العين العين ولكن حضرتك هتتكفل بيهم بكل حاجه. هو في حالات كتير عندي بالحالات دي من نظام تغذيه من متابعه كله متابعه لو محتاج ادويه. هي بص هي القصه كلها هنا ده بقول لك هقول لك انا دايما بقول ان ما عنديش عياده بمعنى المفهوم، هي مصحه طبيه مراكز طبيه محترمه جدا بمنظومه محترمه اسمها منظومه الدكتور ماجد زيتون. المنظومه دي بتشمل بروتوكول غذائي ناجح جدا، روشته طبيه ناجحه جدا لمرضى السمنه، جلسات للسمنه الموضعيه. أوكي؟ دي انا هتكفل بيهم فور فري معايا على حسابي انا الكام. طبعا احنا من خلال برنامج انا والطبيب بنشكرك على المبادره الحلوه دي خصوصا في الوقت اللي احنا فيه والضغط. ودي هسيبها لك انت معايا، هتجيبي لي ال10 دولت معايا بس ابص عليهم واشوف المعدلات يعني هعرف كده معايا، بحيث ان انا انت هيقعدوا مثلا معايا شهرين 3 4 بحيث انزل 30 و40 و50 كيلو. نصور بقى تقارير ويكونوا معانا ويتكلموا عن التجربه بمعنى اصح. وانا هقول لك حاجه في مصداقيه، ليه دايما بقول للعيان لما بيجي لي اول مره هنشفك وهخسسك وبسرعه وبصحه، ان انا بعتبر شغل ما بشتغلش شغل المصحات، ما بشتغلش قانون الاحتمالات ولا الدايت بقى الصيامي، ولا اقعد اجرب في دايت كيتوجينيك دايت ولا بيفلي دايت. ان في كنت انت بتتكلم على الدايت، في 35 مدرسه للدايت. انا ما رضيتش اقول بقى عشان ما فتحش يعني الاذن اكتر يعني. لا يعني انا عايز اقول لك هو في 35 مدرسه معايا، ومنها حاجات ترندات كده، اغلبيتهم بنسبه 99% من اللي كله ده اللي هو الفاستنج دايتس والكيتوجينيك دايتس والبيفلي هيلز دايت وساوث بيتش يعني والسلزمان دايت، كل ده انا دراستي يعني معايا كلهم بتوع حوالي 5 6 كيلو قولي 10 كيلو. وانا شغلتي حاجه مختلفه، انا شغلتي انا بيجي لي اوزان فوق ال 200 كيلو اللي هو بيعاني من السمنه المفرطه. وكانوا معانا هنا يعني. لا ما انا فاهم، انا فاهم، هو الحالات جت معانا يا جماعه. هي القصه اللي دايما بشتغل عليها يا ميري وانا بتكلم بكل مصداقيه، هو النتائج ثم النتائج ثم النتائج معايا انا ماجد زيتون مش هيكون يساوي 3 تعريفه من غير النتائج الالاف النتائج اللي انا بجيبها اللي بتدي مصداقيه اللي انا بقوله معايا بالوش بالنضاره، وخاصه معايا 60 و70 و100 كيلو 120 كيلو، الجسم ولا بيقف ولا بيثبت، والوش والنضاره وشكلها بيصغر 20 سنه حته ثانيه خالص، ومش هيبقى يكون متميز بالتوفيق من عند ربنا معايا الحمد لله. طيب نقول مره تانية معلش ما هي لا اكيد يعني الواحد لازم انت الاعلاميه اللي بتاكدي انت اللي بتاكدي دي مش حاله ولا 2 ولا 3 لا دول من 5 ل10 وممكن يوصلوا ل10 فعلا 15 كمان. انا مش لو الحاله شايفين انها فعلا غير قادره ماديا وتعاني من وزن زيادة. مش 5 كيلو ولا 10 كيلو. انا لسه هو قالها هو. ايوه انا عايز يعني اوزان اللي هي مش اللي فوق ال 100 كيلو. من الاخر 120 130 150 كيلو. خليني اقول الصراحه، يعني من الاخر الاوزان اللي تخلي دكتور ماجد لا الحاله دي خطر انا لازم اقف جنبها. الاوزان اللي هي المستعصيه بمعنى اصح، الاوزان الخطر